بداية أتقدم بالشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدموا مساعدات مرضى السرطان في ريف غايل باوزير، وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات على ما قدمت كثير من عدة نواحي حضرموت واليمن بشكل عام. والشكر لا يوفيهم حقهم. المؤسسة بدأت بحصر المرضى الموجودين بالسرطان. عدد المرضى إلى حد الآن 70 مريض موجود عندنا مصابين بمرض السرطان. وهذول المرضى نسعى لهم دائما في توفير مساعدات لهم. وهنا نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم لمرضى السرطان. الهلال الأحمر يقدم دعم لمرضى السرطان بالسلع الغذائية، ونشكرهم على ما قدموه، ونتمنى هذه العملية تستمر ولهم التوفيق في مهامهم ونجاحهم في مهامهم، وشكرا لهم. في البداية طبعا نشكر مندوبين الهلال الأحمر اللي وصلونا هذا اليوم إلى مديرية غايل باوزير، وهم يحملون سلات غذائية كإعانة لمرضى السرطان في مديرية غايل باوزير، وهذا نعتبرها لفتة كريمة من الهلال الأحمر، وما عودونا دائما الهلال الأحمر يكونون متواجدين في مساعدة المواطنين والمرضى في غايل باوزير، ونحن بهذه المناسبة نتقدم لهم بالشكر الجزيل على هذا المساعدة وهذا الجهود التي يبذلونها في خدمة مواطنين غايل باوزير، ونتمنى أن يتم بيننا وبين الهلال الأحمر تنسيق مستمر في يتم من خلاله دعم ومساندة سواء كان المرضى أو المواطنين في مديرية غايل باوزير. شكراً.